صباح الخيرات والرواق لكل الأشخاص يلي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية. حلقة جديدة لليوم من برنامج صباح الخير بلشناها معكم، واليوم هو بداية شهر جديد. ما بنعرف شو رح يتضمن من أحداث، بس يا رب يكتب لنا كل السعادة والخير وهيك أخبار حلوة. يعني اشتقنا للأخبار الحلوة. يسعد صباحكم وصباح الخيرات لألك صباح ورد. الخير يا مشرين، ويسعد صباح كل حدا انضم لنا في بداية هالأسبوع الجديد وبداية شهر أكتوبر الشهر الجديد. عم نطلع عليكم عبر شاشة سما الفضائية. صح، هو شهر جديد ما بنعرف خفاياه، ولكن أكيد نحن بنعرف مين مدبر هذا الشهر وكل الأيام والثواني. بنعرف رب العالمين وبنثق فيه كتير منيح، فبندعو الله على طول ما يغير علينا الحال إلا لأحسنه، وما تكون الأخبار اللي ناطرتنا خلال هالشهر إلا الخير. صباحكم خير عن جديد. الكثير من المواضيع والتقارير رح نطرحها بحلقتنا لليوم، أبرز عناويننا بهالعرض السريع. بداية، في اليوم العالمي للقهوة نصائح للوقاية من إدمان الكافيين وما هي الفوائد والأضرار. التراث الإيراني يزور دمشق بكل مجالات ثقافاته. والتربية بالحب تبني أطفالاً أكثر نجاحاً في حياتهم المستقبلية. أيضاً القهوة ومعلومات عن المشروب الأكثر إدماناً حول العالم. الفنان محمد زرزور ريشة وثقت الواقع بعمر 60. كل يوم بيقدم لنا العالم الكثير من الأخبار والأحداث، ومع كل صباح نحن هيك بنحاول نختار أبرز هاي الأخبار لحتى نقدم لكم إياها بطريقة سريعة، وهيك يعني ما تروحوا على السوشيال ميديا، نحاول نحن نختصر عليكم الموضوع. في ناس ما لهم خلق السوشيال ميديا وبيضيعوا بعجقة الأخبار الكثيرة عبر الشبكة الافتراضية. رح نروح ببداية أخبارنا لعند رجل عم يصارع من أجل بقاء إرث قديم بالجزائر الحبيبة، وأيضا معرض تشكيلي بيحكي عن العراق بالماضي والحاضر بلندن. وكمان رح نحكي عن فنان إيطالي عم بيحول جدران الشوارع لرواق فني مفتوح، وقرية خالية من السكان ولكن عم تفيض بالكتب التاريخية. هاي هي أبرز الأخبار يلي تناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية. أما التفاصيل بهالتقرير. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من الجزائر. من بين أكثر الأواني اللي بتزيد المطابخ والبيوت بالبلاد، سواء اللي بتستخدم بطهي الطعام أو كزينة كالمزهريات، العم القاسم إسماعيل حاول يحافظ على صناعة هالحرفة اللي هي عبارة عن صناعة الفخار من 47 سنة، ورغم أنه بتتطلب جهد وصبر وضعف الدخل المادي اللي للأسف دفعت الكثير من الحرفيين لتركه، لكنه قاوم وحافظ عليها من الاندثار.
وحننتقل لنحكي عن إقامة جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين معرض فني بيبرز جوانب عدة من حياة العراقيين بالماضي والحاضر بلندن. وشارك بالمعرض 14 فنان قدموا لوحات تشكيلية وفوتوغرافية إضافة لأعمال الخزف. حنكمل على إيطاليا لنحكي عن فنان جرافيتي بيعمل بآلية الرش أشكال مع تفاصيل واقعية للغاية على جدران المباني، وعلامته التجارية هي إقحام البيئة المحيطة بعمله الفني، والشيء اللي بيخلق لوحات تبدو ثلاثية الأبعاد. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن قرية غريبة من نوعها لأنها خالية من السكان بمقدونيا الشمالية، لكن فيها آلاف الكتب التاريخية التي لا تزال صامدة لها الوقت الحالي. يعني فقرة أساسية بصباحاتنا دائما مع شيف تهامة، نصبح عليها ونشوف شو محضرة طبق لليوم. صباح الخير يا شيف. يسعد لي صباحك يا بوري. صباح الخير. يسعد لي صباحك يا مشلي. شو أخبارك؟ والله الحمد لله، شكر الله دائما. شو عامل اليوم؟ شو هالباذنجانة؟ شايف أحلاها؟ شو متبقى؟ هلا إيه، لا مو متبقى، اليوم بنعمل لازانيا الباذنجان. لازانيا الباذنجان، يعني بدال شرحات اللازانيا اللي بتجي الباستا حنحط بداله شرحات باذنجان. اتخيل الطعم قديش طيبه ولذيذه. ولا اصول هاي الاكله يعني. اي لكن بدها شغل شوي صراحه، بدها هيك من الصبح قليت الباذنجانات وخلصت. يا صباح ريحه المقالي. يا صباح النور، يسعد لي صباحكم اساسا، ما بيكمل صباحنا اذا ما في قليل. صباحك يا رب. شايف يلا بعد شوي معناتها رح نعرف التفاصيل. ومثل ما بنعرف انه الباستا تبع اللازانيا يعني صارت غاليه كثير ومو متوفره وين ما كان، فهي لقيت لكم حل بديل. الحل البديل. لحقوا اخر موسم الباذنجان. انا هلا ماما مبارك عم اقول لها قد ما فيكي لحقي لنا باذنجان وكوسه، قد ما بدك طبخي لنا باذنجان وكوسه. سلم ايديك. بدنا نركض لبسمة، شعار جمع أكثر من 800 شخص من مختلف الأعمار ليكونوا السند والدعم للأطفال المصابين بالسرطان من خلال ماراثون انطلق على مسافة 3.5 كيلومتر بالعاصمة السورية دمشق. أكيد ورد، بالإضافة لهذا الشيء في فعاليات مختلفة نظمتها جمعية بسمة الخيرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لألعاب القوى. كاميرا سما كانت بالمكان ورجعت لنا بهالتقرير. هلا نحن اليوم عاملين ماراثون خيري، هو بنعمله بكل سنه بهذا الوقت لدعم اطفال بسمه، بنقول بدنا نركض لبسمه كرمال كل العالم تكون عم تقدر تقدم شيء لهدول الاولاد. ومعنا اليوم بالفعاليه في اطفال من المصابين كمان شاركوا معنا بالفعاليه. هذا الماراثون له هدفين، الهدف الاول انه كل العالم تسمع باطفال بسمه، يعرفوا انه في اطفال عم تعاني وحاولوا يدعمون باي شكل من الاشكال. هي الخطوه انه نحن عم نشارك بالركض مشان نقول لهم انه نحن هون حاسين فيكم ونحاول قد ما فينا نقول لكم انه نحن معكم. تبرع مشان نقدر نفيد الأطفال المصابين بالسرطان قد ما بنقدر ولو يعني مبلغ صغير. تجربة كثير حلوة، وهذا الشيء بيساعد إنه يزيد تبرع للأطفال لمرضى السرطان، وطبعاً هذا الشيء بيزيد من فرص إنه يكون في أدوية كثير مثلاً ويساعدوا أكثر الأطفال. هي كثير حلوة ومتعبة يعني كثير، بس إنه حلوة إنه كل مصاري عم تروح ل أولاد عم بيموتوا، فيعني إنترسن هالتيكت اللي اشتريتيها بتكون عم تنقذ حياة.
أنا كثير مبسوطة يعني أنا شاركت في هذا الشيء، لأنه يعني هو بيدعم الأولاد الصغار اللي ما عن سرطان، اللي ما بيقدروا يطلعوا برا بيوتهم برا المشفى يلعبوا ويمارسوا حياتهم طبيعية. فيعني أنا كثير مبسوطة أنا شاركت في هذا الشيء. كان في إقبال كتير قوي وأعداد كبيرة مشاركة، وبصراحة نحن تمنينا كل الشركة إنه ننزل ونشارك ونكون ضمن هيك فعالية حلوة. اليوم كتير كان متعب بالركض والجد، ونحن قاعدين مسار طويل يعني 3.5 صعب، بس هي ما بيقارن مثل الأولاد شلون عم يعانوا من السرطان كل شيء. السبب الرئيسي اللي شجعني إنه في أنا عندي حدا بالعيلة معه مرض السرطان وعانى منه كتير، فحسيت إنه إذا فيني ساعد أي يعني هدول الأولاد سرطان عمر صغير وعم يعانوا من مرض كتير مميت، لو فيني ساعدهم بأي طريقة كان بيساعد. كل سنة أنا بدفع لبسمة وشارك وبحب إنه هيك ساعد الأطفال. أنا وما ساني متفاجئين، أنا ما توقعت والله هيك العالم ما شاء الله، يعني العالم على مد النظر كانت يعني، فحبينا نشارك لأنه موضوع إنساني يعني، موضوع ما فينا يعني مشاعرك ما فيك تتحكمي فيها يعني. أول ما تشوفي إنه امبارح هيك عم قلب بالفيسبوك طلع إنه في ماراثون، فورا قلت لها يلا، قالت لي يلا لعيونك، هي أول مرة بشارك وأنا أول مرة بشارك. نقول إن الله يشفيهم ويعافيهم. ونزلت أنا، نزلنا أنا ووارث، جربنا أول تجربة كانت كتير حلوة، فقنا بكير الصبح إجينا لندعم أطفال مرضى السرطان، ساعد الأطفال مرضى السرطان ويعني إن شاء الله يكونوا بخير، مشان ندعم أطفال مرضى السرطان ويعني طبعا متبرع. هي كانت كتير حلوة يعني، هي جيتها هي إنه مشان نساعدهم، هي فكرة إنه نشوف لا يعني مرضى السرطان مبسوطين، هي أكثر شغلة حلوة فيها. يعني هذا الوقت اللي منطلع عليكم فيه يوميا هو وقت فنجان القهوة، ومنعتبر حالنا ضيوف بصالوناتكم وغرفة القعدة لنترافق لساعتين من الوقت. المشروب الصباحي الأول القهوة من المشروبات يلي بترافق معظمنا مع بداية كل نهار، وكل شخص منا بيتفنن بطقوس معينة بعيشة لما يشرب هذا الفنجان يلي بعدله مزاجه كل نهار. أكيد ورد، وبسبب خصوصية القهوة وإقبال الناس الكبير عليها واعتبار المشروب الساخن رقم واحد حول العالم، تم تخصيص يوم عالمي للاحتفال فيها، وهو الأول من أكتوبر، الأول من هذا الشهر من كل عام. لهيك يعني اليوم جمعنا لكم تفاصيل مختلفة ومعلومات حول القهوة، تابعوا معنا. بداية شهر أكتوبر بيحتفل الملايين باليوم العالمي للقهوة اللي تم تحديده سنة 2014 من قبل المنظمة العالمية للقهوة، وهالشي احتفالا بمدى التطور والنمو اللي وصل له قطاع صناعة القهوة بالعالم، ولدعم العاملين بهالمجال وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن باعتبار الوقود اللي بيعيش عليه أغلب سكان كوكب الأرض. وبهاليوم بتقدم كتير من شركات القهوة أكواب مجانية منها. وبالعودة لتاريخها، أجمع المختصون أن الموطن الأصلي للقهوة هم أهل اليمن، وهالشي بالقرن الخامس عشر، ومن بعدها انتقلت تجارة البن للحجاز وبلاد الشام، ومنها عبرت القهوة القارات الست. معظم الدول اعتبرت أن صناعة القهوة فن أبدعت فيه وخصصت له تقاليد كثيرة، أما كلمة قهوة فاستنبطت من القوة والطاقة باعتبار أن الشرب هو مصدر للحيوية والنشاط. وخبراء وجدوا أن حبوب القهوة بتحتوي على مادتين متناقضتين مفعول، وهنن الكافيين الموجود بقشرة الطبقة العلوية والتيوبرامين الموجودة ضمن الحبة. أما مفعول الكافيين فبيستمر لمدة 25 دقيقة، وبسبب ضيق بالأوعية الدموية بالجسم وبينتج عن هالشي شعور بالنشاط والحيوية. أما المادة الثانية بتوسع الأوعية، لهيك المقاهي بتقدم
يستخدم الماء لشربة مع القهوة. ومن أبرز الإحصائيات الصادمة حول هالمشروب أنه يعتبر البن الأخضر ثاني أكبر سلعة متداولة بعد النفط الخام، وبيستهلك العالم أكثر من 400 كوب قهوة سنوياً. ما شربونا فنجان قهوة اليوم، ما عم يشربونا قهوة صايرين. ليك وينو؟ ايه مخبيكو. ما شربونا، بخافوا على صحتنا يمكن من الاكثار من الكافيين ومن القهوة. على كل حال، بما انه حاليا عم نحكي عن القهوة واليوم العالمي بهذا المشروب الساخن، وهو يعتبر من المشروبات ذات الخصوصية بطريقة تحضيرها وطقوس تقديمها وايضا لمة العيلة حواليها. إلها فوائد أكيد إذا كان في اعتدال بشربها بحكم التحذيرات الكثيرة يلي بنسمعها عن مخاطر الكافيين الموجود فيها. وأكيد في إلها الكثير من التأثيرات على الصحة، بس في أشخاص عشقهم للقهوة بخليهم يشربوها بشكل غير منطقي، الشيء اللي بيحولهم لمدمنين للكافيين. لهيك اليوم حبينا نحكي كيف ممكن نشرب القهوة بس بطريقة صحية تحمينا من إدمان الكافيين مع اختصاصية التغذية ابتهال نجار. صباح الخير ابتهال، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ابتهال، أهلا وسهلا فيك. يعني أنا قديش لازم أشرب قهوة اليوم؟ ليش قهوة مو مشروب تاني بيحتوي على الكافيين؟ قديش مسمح لي؟ هذا السؤال يلي بيطرحه كل المشاهدين. دراسات بتقول انه 3 فناجين الى 4 فناجين معقول، دراسات بتقول ابدا لازم كل يوم دراسه تماما. دراسه بتنقض دراسه ثانيه. اخر الدراسات لوين توصلت؟ من 4 ل 5 فناجين قهوه باليوم هو كثير امن، بس كمان بدنا ننتبه انه ما نزيد الكميه. وفي اشخاص كمان الاربع فناجين لخمس فناجين بتاثر عليهم، يعني مثلا الاشخاص اللي عندهم قولون عصبي، او الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسيه مثل اضطراب ثنائي القطب، او الاشخاص اللي عم بيعانوا من القولون العصبي. طبعا كمان موضوع شرب القهوه بيتعلق بحاله الشخص هو كشخص، فنحن بدنا نكون عارفين حالتنا الصحيه لنعرف قديش الكميه اللازمه للشرب. بشكل عام من 3 ل 5 هو يعتبر بس 3 ل 5 فناجين هيك فناجين مو بالمره يعني فنجان فنجان القهوه يعني. بس الرقم كثير مقبول عن جد، يعني اذا واحد من 3 ل 5 ممتاز. هلا اغلبنا الصبح في دوله قهوه، دوله القهوه برياحه فيها 3 4 فناجين قهوه، هدول بينشربوا. هذا الشيء يعتبر معناته حاله طبيعيه. طيب امتى بنقول انه هذا الشخص عنده حاله ادمان على الكافيين، ما بقى حاله سليمه؟ لما بصير عنده استخدام مفرط لمادة الكافيين. يعني الشخص انت عم تقولي دولة الصبح، طب دولة كم مرة بالنهار؟ هون في عنا استخدام مفرط. يعني مثلا الصبح هو الطبيعي فنجان لفنجانين، ضمن النهار عم ياخد شخص كمان فنجان فنجان، صاروا 4 فناجين. طب اوكي اذا الصبح دولة صرنا بالموضوع المفرط اخذنا الماكسيموم وبسهولة خلص اخذناهم من الصبح، خلصناهم اذا 3 4 فناجين الصبح. تمام، ويفضل فنجان واحد الصبح حتى الواحد هيك يصحصح يقدر ياخذ كمان بعض الظهر مثلا. طيب شو سر الحاجة للكافيين؟ ليش نحن بندمن على الكافيين؟ يعني الجسم الطبيعي بدون منبهات هو بيفرز كافيين، عنده افراز كافيين، متواجد الكافيين بأغذية تانية غير المشروبات يلي نحن متعودين عليها؟ طبعا متواجد بالتفاحة، بدنا ناخذ تفاحة صباحا إلى تأثير مشابه للكافيين الموجود بالقهوة. بالضبط تمام. يعني في كتير أشياء ممكن يكون موجود فيها الكافيين مو بس عن طريق القهوة. طيب حكينا عن الكمية الآمنة، قلنا أنه 3 ل 4 فناجين. طيب في كتير أشخاص مثلا هن عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض الضغط، ممكن تكون أمراض قلبية، ممكن تكون أمراض العلاقة بشحوم بكوليسترول وما شابه. يعني هدول الأشخاص كيف ممكن يتعاملوا مع شرب القهوة؟ قديش الكميات المسموحة والآمنة؟ القهوة على فكرة بتساعد بموضوع مرضى القلب والضغط، لأنه الكافيين له تأثير موسع للأوردة، فممكن تساعد شوي مرضى الضغط بالاستخدام الآمن. طيب يلي هو يعني مو ياخد شخص مثلا ممكن يكون مريض القلب، ممكن من 2 ل 3 مو أكثر من هيك. تماما، يعني بس ما نحرمه من شرب القهوه على الاخر. ما فينا نحرمه من شرب القهوه على الاخر، اشخاص كثير قليلين اللي بنقدر نحرمه من شرب القهوه على الاخر. تمام. طيب سؤال، بخافوا كثير على النساء الحوامل ببدايه فتره الحمل،
بيقولوا لهم انه قللوا منبهات قدر الامكان. قديش ممكن السيده الحامل تتناول من القهوه؟ من فنجان لاثنين بس يوميا. تمام. في اوقات معينه تناول القهوه فيهم افضل من اوقات ثانيه؟ يعني في دراسات كمان كنت عم بقراها مشلين بتقول انه في ناس بيشربوا قهوه المساء وبيناموا على فكره. يعني عم فكر بس القصه تخاطر عن جد حكي. انا واحد من الناس اذا بشرب قهوه بالليل مثلا فورا بنعاس، ما بعرف شو السر. في ناس بتقول انه عليها. تناول القهوه مثلا بالعصر هو بيرجع بيعطينا دفعه من النشاط، فهو افضل وقت. انت برايك اختصاصي التغذيه اي وقت افضل؟ ضمن النهار. كمان الرياضيين كثير مفيد لهم شرب القهوه، فنحن ضمن النهار وقت مثالي. الصبح بس بعد ما ناكل شيء يفضل ابدا ما نكون على معده فارغه. بالضبط. يعني الصبح هو كثير القهوه لذيذه ورايقه وبتعدل المزاج، بس ابدا مو على الريق، رح تعملنا كثير مشاكل هضميه، وخصوصي الاشخاص اللي بيعانوا من القولون العصبي بتزيد الحاله. بالضبط. يمكن ممكن تعمل لهم ازعاج. تمام. طبعا بنسمع كثير عن حميه القهوه الخضراء انه هي بتساعد على انقاص الوزن، وهلا يعني بلشت تصير دارجه عندنا. شو صحة هذا الكلام وقديش فعليا هي ممكن يكون في لها تأثيرات جانبية؟ حتى حمية القهوة الخضراء هي حمية وجود القهوة الخضراء فيها، ولكن موجود نظام غذائي كامل وشامل متوازن. أوكي، وجود القهوة الخضراء هو رح يعزز من تمثيل الغذائي، رح يصير عنا الحرق أعلى، رح تعطينا مضادات أكسدة، فهي اوكي منيحه كمان، بس بموضوع السيف، يعني نبقى ما ناخذ اكثر من كميه الاحتياج الطبيعي. والقهوه الخضراء هي مشروب خليجي بالنهايه، بس كثير فيها مضادات اكسده وكثير بيساعد بعمليه الحرق، فلهيك هو بيؤدي لفقدان وزن. ولكن اذا اخذنا اكثر من احتياجاتنا الغذائيه باليوم ما رح ياثر ابدا. تمام. ما رح تكون حميه. يعني هي بتجي حامضة شوي كمان القهوة العربية الخضراء. طيب نروح كمان للإضافات اللي منضيفها على القهوة. المشكلة مو بالقهوة، المشكلة بالإضافات. يعني نحن بناخد فنجان سكر معه بن، مو فنجان قهوة. في ناس بيشربوها كتير قهوة صح؟ في ناس بياخدوا معه بيتي فور لأنه ما بصير تتاخد لحالها، إضافة للدخان، لأنه فنجان قهوة بلا سيجارة ما بيمشي الحال من الصبح. في محليات صناعية، أسبرتام أو سكر صناعي. وين الصح وين الغلط؟ أنا فيني أضيف شغلات للقهوة؟ طبعاً فينا نضيف أشياء للقهوة، بس مثلاً أنا بدي أشرب فنجان القهوة الصبح، أوكي حابة أني حلي، ممكن حلي بملعقة عسل، ممكن أني حلي قهوة بعسل. اي هي ما جربتها. ممكن حسب الشخص وبالنهاية هو شو بيتقبل. أوكي. بس نحن عم نعطي البدائل الصحية. صح. او ممكن يضيف مثلا بدل السكر، عفوا المبيضات. أوكي. ممكن يضيف حليب بدل الكافيمات مثلا. بالضبط. ممكن بدل البتيفوراية، في ياخذ بتيفوراية. نحن بنهايه البتيفوراية يعني ما نشي سيء اذا كانت بس بتيفوراية ضمن النهار، بس ممكن ياخذ شيء قطعه شوفان، شيء هيك بسيط صحي وبنفس الوقت ما يكون فيه سكر مضاف زيادة. حلو. ممكن نحلي بسكر الستيفيا كمان اللي كمان بيكون بديل، بس يعني القهوة سادة. القهوة سادة يا جماعة. تماما. هي طعمتها سادة. هي خلص طعمتها سادة. إذا نضف لها أي شيء ريحتها بتتغير، ريحتها بتتغير. ولا كافيمات ولا هدول الحليب المكثف ولا شيء. بيقولوا لك عشاء القهوه انه الشخص اللي بحط سكر للقهوه فهذا ما نشرب قهوه. بالضبط. انت بتبين صح. اذا شكر كثير على وجودك معنا لليوم. اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لك ويسعد صباحك. صار الوقت مشاهدينا لنبلش طبق اللازانيا بالباذنجان، مو هيك؟ بالباذنجان. تعالوا نشوف. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. وكالعاده في النا دائما للطبخ حصه، مثل ما انتم شايفين اليوم رح نعمل. اللي كان متابعنا قبل شوي كنت عم بحكي انا ومشلين ورد، اليوم بدنا نعمل اللازانيا باللحمه او اللازانيا الباذنجان. وبصراحه عملت تحضير مسبق لانه
يعني ان شاء الله تقولوا لي هاي بدها شغل، يعني هاي ما فينا نقول عنها أكلة الخمس دقائق. شو رايكم اول شيء نتعرف على المقادير؟ هلا هون انا احتاج لصوص، اول شيء احتاج هون اشقوان، احتاج لصوص البشاميل، حليب وطحين وزبده، هون احتاج هاي البندوراي لحالها لتقولوا لي، وهون في عندي باذنجان بهذا الشكل، طبعا انا عملت تحضير مسبق له بس مشان تعرف كيف انا قطعته. احتاج بندوره خضراء، فليفله خضراء، بصل مفروم، ثوم مهروس، دبس بندوره، وهون في عندي ملح وفلفل وزيت نباتي. اللحمه بالبراد انا حطيتها مشان الشوب، هلا اخر شيء وقت بدي احطها بالطنجره بنطلعه. هلا اول شيء حنبلش بالصوص، نفس صوص البولونيز اللي بنعمله، نفس صوص الاحمر، هضيف هون عندي شوي من الزيت النباتي، شوي من الزبده سمنه، ما بيأثر عندي ابدا، هضيف شوي من البصل وثوم مهروس. يعني اليوم الاكل العشاء اللي بيحبوا الباذنجان مثلي يا سلام، غير شكل معلقه من الثوم المهروس وراح نحرك. بس يتقلوا تقلاية خفيفه شوي. هلا شو رح اضيف انا فوق؟ كمان عندي هون فليفله خضراء كمان مقطعتها كثير ناعم، رح اقيمها ونضيفها. الصوص نفس اللي بنعمله للازانيا بالضبط. هلا رح حرك منيح ونتركهم قوي شوي تحتهم ونروح نشوف كيف قطعنا الباذنجان. هلا مثل ما هون شايفين باذنجان عيطي جاهزين، لانه بدهم تحضير قبل بوقت لهيك بهذا الشكل ما احلاهم. وحطيت تحتهم نص هذا الشبك كرمال اذا فيه زيت كمان ينزل مشان ما ياخذ دسم. لاحظتوا رقيقه ما احلاها وهيك هي قليتها. طيب انا كيف هيك صاروا معي؟ سهله كثير. هلا هدول حنخليهم على جنب، نبلش بالباذنجان اياها. حقيم الراس تبع من هون بهذا الشكل، وبتمنى يكون هذا القياس، يعني يكون قياس الباذنجان كبير. هاي ما بدنا اياها. طيب انا هلا هون بدي اقيم شوي، طبعا هي فينا نقليها وناكلها بس انا رققتها، ومن هون كمان شوي بهذا الشكل، ما قشرتها طبعا هي مغسوله، بس رح اقيم واقطع بهذا الشكل وعلى المقلايه. هلا انا قبل ما اقليهم جاي اليوم بكير نقعتهم بشوية ملح وبعدين عصرتهم مشان ما يغبوا زيت. لاحظ وهي هيك صارت عندي بهي السماكة، هيك بدي اياها، بدي اياها رقائق. يعني هلا اللي بيعمل بلزانيا متوقع كيف حتكون نتيجة اذا الباذنجان اطيب، يعني هيك. خلينا نحرك شوية طنجرة وبرجع بكمل تقطيع. بلشت عندي، رح اجيب اللحمه من البراد وحطها، انا حطيتها لانه نحن احيانا بنطول لحتى نطلع. رح اضيف عليها شوي من الملح وشوي، مو شوي يعني، شي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورح احرك. سلام على هالريحه، وفي خبريه اليوم كثير حلوه. هلا تحت باسفل الشاشه رح يطلع عندكم رقم تليفون، فيها اي استفسار تتصل فيني وتسالني اي سؤال بخص الطبخ. رح نكمل هون معنا الباذنجان، يعني يلي بدها تعمل بيركس صغيره او وسط مثل هي اللي انا منزلتها، يعني باذنجانتين بكفوها بهي الشكل. مثل ما انتم شايفين هيك صاروا جاهزين عندي الباذنجانات لحتى نقليهم. لاحظتوا قديش رمت كمية؟ يعني هي لحالها بتعمل كل طبقة، تكون تقولوا هي واحدة وهي ممكن يعني عملوا لي ثنتين ركض. هلا حنقيمهم على جنب ونبلش نسقط البندورة فوق اللحمة. أنا هيك عندي تقلة اللحمة، اللحمة الناعمة ما بدها أكثر من هيك، رح أقيم وضيف عليها البندورة.
بندورة كمان قطع. يا سلام. هلا وهون عندي معلقة من مية البندورة رح قيمة وضيفة عليها. وحنحرك. يا سلام على ريحة هالحشوة بتاخذ العقل. وهيك حاتركها شوي لحتى مية البندورة تتعقد معنا. حنقيم وضيف عليها شوي من الماء، ما بدي اكتر سوري. وحاتركهم يغلوا وهيك الحشوة صارت تقريبا عندي شبه جاهزة. هيك عنا. هغطيها واتركهم شوي لحتى مثل ما انتم شايفين صارت معي تقريبا الحشوة جاهزة. هلا انا متى ما غطيتها رح تتسبك رح تاخد عندي لون كتير حلو. رح نروح على الباذنجان ورجيكم كيف صار عندي. اذا ضل معنا وقت يمكن نعمل صوص البشاميل. مثل ما انتم شايفين هون الباذنجانات هلا بدنا نقليهم. هاي انا هون عندي بيركس. هلا انا بتمنى يكون عندكم بيركس مربى، وبصراحه واحد كان عندي بس انكسرته. هلا هون وعندي تليفون. الو عنتر من الشام. الو هلا. صباح الخير يا عنتر. شلونك؟ هلا الحمد لله. سمعتيني؟ ايه سمعتك. شو سؤالك يا عنتر؟ شلونك؟ شو سؤالك؟ نحن لنا هون عزابية شباب قاعدين لحالنا. شباب قاعدين لحالكم بدكم؟ شباب قاعدين لحالنا هون. شو السؤال؟ حراب اصبع شلون بتصير؟ حراب اصبعه. ايه تكرم عينك يلا فورا. ايه ما دامكم شباب ومجموعين وكذا يعني مثل ما بيقولوا دواء لكم، لانه بدها كثير شغل. يعني حدا فيكم يعمل العجين؟ اذا ما بدكم تعملوا العجين ممكن تعملوه بالمعكرونه. بتجي معكرونه مثل المطاوله بس بتتكسر تكسير وبتنسلق. انا ما بعملها بهي الطريقه، انا بعملها بالعجين. عجين بحط كاسه طحين او كاسه ونص طحين، معلقتين من زيت الزيتون، رشه ملح، بحط معهم شوي من المي الفاتره وبعجنهم. برقها كثير منيح مثل ما انت هون شايف هيك بهذا الشكل، وبسكينه او بقطعه البيتزا، وبصير بقطعهم مربعات كثير صغيره، وبكت عليهم طحين بكميه كثير كبيره، وبصير بحركهم بعدين بنصفهم وبخليهم على جنب شوي لحتى ينشفوا. اللي بعدها بكون سالقه العدس، بسقط العجين فوقها، بكون محضره ثوم مهروس وكزبره يابسه وبصل، بقليهم بزيت زيتون وبضيفهم عليها، بضيف عليهم عصير التمر الهندي او اي نوع حمض انت بدك اياه، مع شويه ملح، واخر شيء خليهم لحتى يختروا كثير منيح، بكون قاليه خبز على الوش، كمان برجع بزينها بالثوم بالكزبره، وان شاء الله الف صحه وهنا. هون مثل ما انتم شايفين هون عندي باذنجانات بهذا الشكل. بدنا نستنى شوي لحتى الصوص عندي يزبط. هاخذ وحده كمان اكبر، خلي القاعده تكون تحت عندي كبيره، يعني هذا البيركس عندي بساعة ثلاث قطع، وحارجع اعمل انا واحد ثاني. حنروح على الصوص، يعني بلش عندي يختر، بدي اياه ينشف شوي. معينا تليفون غزل من الشام. اهلين يا غزل، صباح الخير. صباح النور. يا هلا كيفك؟ شو سؤالك يا غزل؟ معلش بس تسمعيني من السماعة. صباح النور. رزب بازاليا. رزب بازاليا؟ من يومين عملنا قوذي، شفتيها ولا لا؟ يلا رزب بازاليا كثير سهلة كثير بسيطة. أنا بقلي اللحمة مع البازاليا، بحليهم وبقليهم كثير منيح. طبعا إذا كنت أنا فوري عليها، يعني هي تبع تفريز، ماني فوري عليها، فوري عليها تفويرة بعدين بضيفها مع اللحمة، وبضيف رز. بحط معهم دائما، انا عندي عاده، فبعمل مثلا سلقه لحمه المرقه اللي زادت منها بحطهم بكيس فريزر، بحطه بالفريزر عندي، او ميه دجاج بس مع ميه اللحمه بتطلع اطيب. بحط نص بيضه، كل كاسه رز بتاخذ معي كاسه ونص من المي. انا دائما بخلط بين الرز الطويل رز الكبسه مع الرز المصري، بتطلع بتاخذ العقل. وبحط نص بيضه على هذا الاساس، وبجللها كمان بلحمه وبازاليا، وبحط عليها لوز او ممكن كمان فستق، وان شاء الله الف صحه وهنا. معانا ليليان. صباح الخير يا ليليان، يسعد لي صباحك. صباح النور. يا صباح الورد.
شو سؤالك يا ليليا؟ بيسألك عن كيف تصير الكريب. الكريب ايه تكرم عليك. الكريب كتير سهل، عبدك بيضتين مع كاسة طحين كاسة حليب رشة من الفانيليا، ما بحط بيكنج باودر، بيختلف عنه عن البانكيك، البانكيك بنحط له بيكنج باودر لأنه أنا بدي ينفش، أما الكريب لا ما بده، وبحط معه يعني تقريبا شو بدي أقول لك معلقة من الزبدة، بخلطهم على فكرة وحتى لو مو خلاط على إيدي بخلطهم كتير منيح، أهم شيء المقلاية تكون منيحة، يعني أنا إذا المقلاية عندي بتلزق ما رح يمشي الحال، المقلاية عندي منيح حسيتها بتلزق وأنا جعبالي كريب ممكن إنه تصيري تحطي بين الوحدة والوحدة تكتري زبدة مشان ما تلزق معك، وإن شاء الله يا رب يمشي الحال، بس هي فعلا أصولها تكون شوي المقلاية يعني ما أنا مقحوطة أبدا مشان تزبط معنا. متى ما بلشت عندي تعطي فقاعات حسيت حالي جمدت من على الأطراف وعطيت فقاعات للنص تقريبا، يعني حتى بتطلع على النص لقيت فيها فقاعات ساعتها بسحبها وهيك بضربها ان شاء الله الف صحه وهنا. طبعا فيكي تحشيها موز، فيكي تحشيها شوكولا اللي بدك اياه، وهيك صارت تقريبا عندي الحشوه جاهزه. هنبلش نطبقها، هجيب عندي مشبك يكون فيه تنزل المرقه تبعه، هلا انا رح استنى عم بطلع عليها شوي الحشوه، بصراحه انا بحبها تكون شوي خاطره اكثر، معلش بتصير معنا نحن بالبيت اساسا نرجع اشياء على هيك مقله مستويه، هخليها شوي لحتى تخطر عندي، وشو رايكم ترجعوا لعند المذيعين لحتى تستكملوا فقره صباح الخير. والله يا شايف يعني هالاكله مو بدها رياضه، مو بدها الصباح لك شغله لك ايه على اللازانيا أنا اللازانيا أنا اللي كله طقل قبل اللازانيا ما باخذ نفس يسلم ايديك يا شيف يعطيك الف عافيه. رح نروح لدقائق قليله من رياضه الصباح. صباح الخير، انا كوتش منال المصري. اليوم رح نشتغل مجموعه تمارين بيلاتس. تمارين بيلاتس هي نوع من التمارين بنلعبها لحتى نزيد من قوة ومرونة وتوازن العضلات عنا، تخلق انسجام بين النفس والحركة، تتطلب مننا أداء وتركيز كثير كبير لحتى يكون في دقة بأداء التمارين لحتى تكون بشكل صحيح ونقدر نحصل على الفائدة المطلوبة منها. طبعا هدول التمارين مناسبين لجميع الأعمار، أي حدا بيقدر بيلعبون شو ما كان العمر. بعد نحن ما نعمل بحدود 30 ساعة بيلاتس راح نلاحظ إنه نحن قدرنا نحصل على جسم جديد فيه مرونة عالية وقوة أكثر وأكيد منحوت بشكل أفضل. هنشتغل مع دامبل. تمريننا الأول هناخذ خطوة سايد لانجز، طبعا ظهرنا جالس، سايد لانجز ركبة لازم تكون لقدام مع اثنين دامبل لتحت، بنقوم فوق ونعمل حركة خصر، ننزل تحت 1 خصر 3 4 5 6 7 8 نبدل للرجل الثانية كمان سايد لانجز 1 خسر 3 4 5 6 7 عدة أخيرة 8. التمرين اللي بعده هنعمل سنجل ديد ليفت، رجلنا شوي لورا، هننزل تحت نرجع سكوات على مشط، سنجل ديد ليفت 2 3 4 5 6. نبدل للرجل الثانية، ننزل تحت، طبعا في تانية صغيرة بركبة
تحت نرجع سكوات على مشط 1 2 3 4 عند أخيرة 8 هلا رجل قدام ثاني ورا ناخذ 2 دامبل حنمر الدامبل تحت ننزل ثاني لانجيز ونطلع فوق 1 2 3 4 5 نعمل الرجل الثاني كمان تحت 1 2 3 4 5 تمرين الأخير هننزل الأرض هناخد دايت فول بلانك سايد نطلع فوق هلا إيدنا من فوق هنتني مع رجل لفوق تاني دفعنا قمنا ثبت 5 عدة أخيرة 6 من بدل إيدنا جنب إيدنا تعليم من فوق تاني من بعد نرجع 1 هذا هنا كان تمرين اليوم شوفكم في حلقة جديدة بيعطيكم العافية. صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ناطرين يشوفوا شو هي لازانيا الباذنجان. هلا بصراحه لانه دائما عندي البشاميل بياخذ وقت ببلشت انا حمص الطحين مثل ما انتم شايفين هون انا ضفت 50 جرام زبده مع 50 جرام طحين يعني بيطلعوا 4 معالق ونص او 5 معالق تقريبا ما بدي اكثر من هيك رح حمصهم على السريع بهذا الشكل لحتى نحن ليش بنحمص الطحين نحمصه مشان لما نعمل بشاميل ما يعطينا طعمة الطحين تكون رايحة دائما لما بنحرك شغلة فيها نشا بنحرك مشان تروح طعمة النشا ما يعطينا الطعم يضايقنا وقت الأكل قول إنه فيه طعمة طحين أو نشا هلا بلشت عندي تتحمص بهذا الشكل وطبعا هلا هأحكي لكم لأنه هلا في ناس هلا يمكن حطيت فنجان القهوة وعم تقول شو هي باذنجان البشاميل لازانيا الباذنجان هلا لحقيمه لحتى احس انه فعلا طلعت عندي ريحه الطحين هيك انا بضمن انه ما رح يطلع طعم الطحين بقلبها متى ما حسيت الريحه هيك عبقت هاي هي خلص هلا حقيم اهم شيء ضيف ثلث الكميه بسرعه 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 اسرع ما عندي دائما البشاميل خلوه بطنجرة غميقة لأنه بيطلع من على طول وهيك تقريبا عندي هلا البشاميل رح تخلص ونروح أنا وياكم لهوني نشوف بس ذكرونا كل شوي بدنا نحركه هلا هون عندي أنا شو عملت
رح احكي على السريع. هون انا عندي بيت، هي الفكره هي كلياتها باذنجانايه وحده، كلها وحده. قمت قطعه من هون وقطعه من هون، قطعتهم سلايزات بهذا الشكل وقليتهم. بعد ما قليتهم طلعوا معي بهذا الشكل. كنت انا وصغيره اقول ليالهم بالتلفزيون وقت بيقدموا الطبخه كله جاهز، طلع لا مو هيك السيره. هلا هنجيب بيركس، هي بدها تطلع قطعه قطعه. هذا البيركس عندي بيسع 3، انتم فيكم تكبروا، ممكن تعملوا بصينيه اكبر، انتم اللي بدكم اياه. هلا اهم شيء عندي القاعده تكون شوي كبيره، يعني انا ما بدي الحشوه تصير تطلع لبرا، فبدي اتحكم انا بالنظر كيف بدها تكون شكلها. هون عندي الحشوه جاهزه بس ما فيني اترك البشاميل. الحشوه حقول على السريع شو عملت. قليت بزبده زيت سمنه ما بيأثر اي نوع من الدهن، حطيت بصله ناعمه كثير، ثوم مهروس، فليفله خضراء، ضفت عليهم اللحمه المفرومه ناعمه مع بندورتين كمان مقطعين كثير ناعم، ضفت عليهم معلقه من ميه البندوره، ملح فلفل، وحطيت من الاعشاب الايطاليه مع بعضهم، او ممكن تضيفوا اوريجانو، ممكن تضيفوا ريحان مجفف، هن هو الاعشاب الايطاليه هن خليط من هاد كلياته، يعني على القليل اقل الاحوال حطوا اوريجانو ممتاز اللي بحطه للبيتزا او الزعتر المجفف من قله. لحتى عندي خطرت بهذا الشكل، بتمنى المخرج ياخذها. هيك صارت عندي الحشوه جاهزه لانه مبلش فيها. حضيف اخر نقطه من الحليب وهيك صار عندي البشاميل جاهز. ممكن ضف له اضافه كثير خفيفه، يلي بيتابعوني على طول حفظوا، اللي هي رشه ملح، ما بدي كتر لانه انا حاطه هوني، مع برشه جوزة الطيب. ليش بجيبها ناعمه؟ ما بحبها غير هيك فريش. هلا رح اقيم وحرك، وهيك البشاميل عندي صار جاهز. رح ناخذ الطنجره ونطبق انا وياكم، يا رب اقدر على القليل الحق اطبق لكم هيدي البيريكس. حطها هون على الخشب، مبينه معكم ولا مبعد؟ هاي هنقرب. طيب هلا انا نجيب معلقه صغيره رح اقيم. انا قبل شوي تركتها لحتى تنشف، انا ما بدي اياها تسقسق مون. حقيم وحط اول طبقه. بهذا الشكل. هي طبقه. حارجع اجيب باذنجاناي اقدم منها. مسكره. حارجع احط كمان شوي من الحشوه. يلا ان شاء الله بقدر لحق لكم وحده على القليل، باقي طبعا انا بساويهم على مهلي. بس مشان اشوف كيف تطبيقتهم. الحشوه نفسها حشوه اللازانيا، نفسها زاد. كمان حنرجع نغطيها بطبقه ثالثه. عندنا وحده هيك تكون رقروقه، هي رقروقه. حارجع كمان احط شوي من الحشوه. طبعا انتم فيكم تكتفوا هيك، بس انا هيك مشان يعني عم دللكم. هلا رح اقيم وحط اخر طبقه. وهيك صارت عندي. لا هلا هيك انا ما بقى بدي احط عليها باذنجاناي. ليش؟ لانه انا هلا بدي اجيب البشاميل بقى. والبشاميل انا عندي اياه سميك، اذا انتبهتوا انا ما حطيت سمكته، ما بدي اياه يطلع رقيق. ححط بهي الكميه هيك على اللحمه. هلا حنجيب شوي من الاشقوان نحط عليها. وهيك صارت جاهزه. يعني انتو تخيلوا هلا لحاله الشكل كيف رح بيكون. هنقيم هي هيك، حنجيب هي البندوراية. عندكم بندورة كرزية؟ عندكم؟ ما عندكم ما مشكلة، انا بجيبها بهذا الشكل بقطعها. رح قيمها وزين عليها هيك وحدة، وما ضل غير فوتها هيك يا دوبها نكشة على الفرن، وما ضل غير ترجعوا لعندي لحتى تشوفوا الشكل النهائي اللذيذ كالعادة. لا شكلها حلو. ليه؟ عن جد وهيك ذكرتيني انا في اكلات بتساويها بنبسط فيها بصراحه، بتنغم فيها. عم اقول ذكرتيني برول الباذنجان يعني مره عملتيه تذكرتيه ولا ايه؟ عن جد بدنا نرجع لهم. بتعرفي انا هلا بدي احاول قد ما فينا باذنجان باذنجان مشان كثري باذنجان. ست بيت شاطره. شكرا شكرا يعطيك العافيه. رح نروح مشاهدينا لعند التراث الايراني اللي هو حضاره عريقه تعبر عن شعب عريق ايضا، وتعتبر من الاقدم عالميا، وحاليا بدمشق بخان سعد باشا عم تستضيف الثقافه الايرانيه بكل انواعها وتؤدي بعض الفعاليات
شيء من الفلكلور ايضا الايراني. تماما ورد، ورح نتعرف اكثر عن طبيعه هي الحضاره الفارسيه وشو تفاصيلها واللي بتتميز فيه مع زميلنا حكمه كنان بهذا التقرير. الفلكلور الإيراني من أقدم أنواع التراث اللي موجود بالعالم، خاصة أنه إيران هي بلد متنوع بالثقافات والأديان وفيها تجمع من مختلف الحضارات، وبيتميز التراث الإيراني بالموسيقى الفارسية والرقص والتصاميم الزخرفية المميزة والخط الفارسي اللي بيتشابه بشكل كبير مع الخط العربي. شكرا لكم. هذه الفعالية هي الأسبوع الثقافي الإيراني في سوريا، ونقدم هنا باقة من أو نماذج من الفن والثقافة والحضارة الإيرانية في نسختها المصغرة هنا في، وأخذنا من كل مجال نموذج حتى نعرف الثقافة الإيرانية إلى الشعب السوري الشقيق، طبعا على المستوى الفن التشكيلي أو عروض سينمائية أو ندبات فكرية، على مستوى العدب أدب والشعر وحتى الصناعات اليدوية والأزياء الشعبية. الموسيقى الإيرانية قديمة ولها مدرسة خاصة، ولكن في نفس الوقت لها مشابهات كثيرة مع الموسيقى السورية، وحتى بيننا نحن وسوريين هناك آلة مشتركة اسم عود، وهذا هي شكل ملف مشترك في الأمم المتحدة وتمت تسجيله على لائحة التراث اللامادي العالمي. فهذا أيضا أحد نماذج المشابهات بين الشعبين الشقيقين. أنا أدعو كل السوريين إلى مشاهدة هذه الغرف حتى يروا بعيونهم مثلا الأزياء الإيرانية، الأزياء الشعبية. هناك تشابه كبير بين الأزياء الشعبية السورية سواء في مختلف المناطق في الأرياف أو في المدن وقد القديمة، وبين الأزياء الشعبية الإيرانية. والرياضة التقليدية التي شاهدتموها الآن في الافتتاحية أيضا هي نوع من الرياضة. عندنا أخذت نص تعليق، كل حروفها حروف عربية ولكن امتزجت بالفن الإيراني بالإبداع الإيراني، فخط نص تعليق يعتبر فن إيراني خاص. فنحن نكتب الخط العربي الذي هو اللغة، والخط هو أهم رموز ثقافة، والخط العربي رمز للثقافة العربية، ولكن نحن أعطيناها جمالية متأثرة بالروح الإيراني والنفس الإيراني. دائما بكل ثقافة الحضارات المختلفة في تنوع بالألبسة الشعبية بين الطبقات الاجتماعية وخاصة ببلد مثل إيران، فبالحضارة الفارسية بيعتمدوا على نمط تزيين خاص فيهم وبيتميزوا بصناعة السجاد والفن الزخرفي الملفت. ومن أشهر اللوحات الزخرفية المحبوبة بالثقافة الفارسية هي لوحة مجنون ليلى. بعد التحية والسلام، هذا الفن أحد الفنون الإيرانية الأصيلة، وهو الكتابة والرسم بماء الذهب، كذلك تستخدم للكتابات الإسلامية والصفحات القرآنية بماء الذهب، وكذلك تحكي قصة أشعار قديمة لشعراء معروفين ومشهورين إيرانيين مثل سعدي وحافظ الشيرازي وملاحم مختلفة والرسالة الملكية، ومن أبرزها قصة مجنون ليلى. قصة مجنون ليلى وهي قصة الحب العميق والمعروفة في القصص القديمة، وتروي لنا هذه القصة كيف يجلس العاشق والمعشوق مع بعضهم البعض وينسوا هم الدنيا وكل الأحزان في لحظة عشق رومانسية وعاطفية ينسوا فيها كل دنياهم ومشاكلهم. إيران بواسطة طبيعتها، أنا سعيدة جدا أكون أنا ممثلة لإيران بهي الفعالية هون بسوريا. هلا كل منطقة زي أخذ من سكان المنطقة بدل عليهم، يعني أي زي هو له طابع بمثل هوية لمنطقة معينة.
هي ألبسة مريحة بتناسب الشروط المعيشة اللي هن عايشين فيها والمنطقة اللي هن عايشين فيها، بميزة الأعمال اليدوية لأن كلاتها مشغولة بالإيد، وقدروا هن لهذا الوقت. الشيء الأهم إنه هن قدروا لهذا الوقت يحافظوا عليها ويخلوها، يعني هي بتمثل الهوية. اللي بيميز سجاد الفارسي العجمي الهاند ميد فيها تاريخ أكثر من 4-5 آلاف سنة، يعني على مرور الأجيال ديزاينات نقشات والفن اللي موجود بالسجاد العجمي مش موجود بأي سجاد تاني. الثقافة الفارسية فيها شبه كبير مع الثقافة العربية على جميع الأصعدة والمجالات، لوجود أكثر من 111 لغة بالبلاد الفارسي والتشابه الكبير بين اللباس الشعبي الفارسي القديم مع اللباس الشعبي العربي وخاصة سوريا. صباح الخيرات عن جديد. عالم الفن باختلاف نوعه بيخلق بالفطرة مثل ما بنعرف مع أي شخص وبيعيش جواته، وما في زمان أو مكان بيقيد ظهوره وإتقانه طول ما في سعي من هذا الشخص تجاه التميز بالشيء اللي عنده إياه. 100% يا مشلين. من ضمن فقرتنا لليوم رح نتعرف على فنان تشكيلي حبه وشغفه لهذا العالم دفعه للدراسة الأكاديمية بعمر 60 سنة بمركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، وتخرج من حوالي 4 سنوات بدرجة امتياز وممتاز وبعلامة كانت الأعلى بتاريخ المركز. ضيفنا الفنان محمد زرزور صار معنا بالاستوديو لنتعرف أكثر عليه وعن احترافه أكاديميا بعمر قد يكون متأخر نوعا ما. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور. يسعد صباحك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يعني اللي بيسمع المقدمة بيقول بعمر 60 لحتى بلشت بالدراسة الأكاديمية. نعم. بس فعليا محمد الصغير كان بيرسم أو لا؟ حتى حاليا محمد الصغير موجود لساته. نعم. اللي هو عطى الدافع والشغف لأني استمر، وبعمر 60 ما توانيت عن أني تابع وكمل أكاديميا، يعني أدرس الفن أكاديميا لحتى أصل لإرضاء ذاتي للنتيجة اللي بترضيك. نعم تمام. والتعرف على مدارس مختلفة من الفن التشكيلي، يعني في ناس مثل ما ذكرت حضرتك تحت الهواء كنا عم دردش معك قلت لنا بعمر 3 سنين كنت ترسم. نعم. ولكن من فترة يمكن 8 سنين لبلشت دراسة أكاديمية. صحيح. شو اللي اختلف بالفنان محمد زرزور اللي ما كان دارس أكاديميا ومن بعد التخرج من المعهد، شو اللي فرق بمنتوجاته الفنية؟ هلأ الدراسة الأكاديمية بتحس حالك كأنه هلأ ولدت من جديد، تنفتح لك آفاق وعلوم وأساليب وتقنيات جديدة ما كنت أنت ممكن تتعرف عليها، يعني التجربة الشخصية كلها ما حتى العمر الطويل يعني هذا كله ما كانت التجربة الشخصية ممكن تعطيك هالخبرات هاي وتسقل موهبتك وتوصلك للنتيجة اللي بترضيك أنت. تمام. وتكون أنت راضي عن العمل إلا بهالدراسة هاي. تمام. فأنا حققتها من خلال. طب أنا هون في سؤال، أنت لما بلشت حضرتك أستاذ دراسة أكاديمية. نعم. لقيت إنه محمد زرزور كان عم يطبق بعض الشغلات الأكاديمية ولكن دون أن يسميها، دون إنه يعرف إنه هاي المدرسة الفلانية، هاي الريشة اللي كانت تتبع لهذا الفنان، يعني كنت عم تطبق شيء بلوحاتك هو من مدارس ولكن دون أن تدرك؟ أكيد طبعاً، يعني هو بالنتيجة كل المدارس هي عبارة عن محصلة خبرات سقلت مع بالتجارب، لكن هي خبرات فطرية بالأساس. أكيد. انحطت بقوالب أكاديمية لحتى تحسن توصل لك اياها وتكون مدرسة اسلامية. تمام. وسميت باسماء حتى تحسن معينة توصلها للناس. صارت ممنهجة بشكل انه حلو تحسن تتصل للمتلقي للدارس. الدارس نعم. تمام. توصله باقرب طريقة او اقرب طريق يعني. تمام. خلينا شوي نحكي عن مشروع التخرج اللي عملته اللي كان فيه له الكثير من الصدى الجميل واعلى علامة بتاريخ المعهد. نعم. شو كان المشروع اللي عملته؟
هلا انا في لي شغف يعني انا بحب كثير المهن اجمالا كل المهن واضح من اللوحات يلي هلا موجوده عندنا بالاستوديو يلي عم نستعرضها اكيد على الشاشه ورح نحكي عنهم وحده وحده تفضل انا يعني من صغري بحب يعني بتذكر انا كنت صف اول يعني عمري 6 سنين عاد ساويت سياره من خشب ودواليب وهيك شغلات فكنت عندي شغف اني اتعلم مهن كثير مهن يعني فهلا حاليا انا الحمد لله تقريبا بتقن كل المهن اليدويه حلو بشكل غير احترافي في ناس رب العالمين عطاهم ابداع بايديهم باناملهم يعني مثل ما عم نشوف بلوحاتك حتى وانت اكدت حضرتك استاذ على هالموضوع اللوحه اللي موجوده وراك مثلا هي النحاس نعم. اللي عم يشتغل بالنحاس او طرق النحاس واذا مشينا بالشام القديمه او حلب القديمه في سوق النحاسين اللي بنشوف فيه هي المهنه العريقه السوريه صحيح. في هون كمان معنا النول نعم النول اليدوي كمان صحيح. هي اللوحه جدا غنيه بالالوان ففعلا فرغت يمكن حبك للمهن الدمشقيه او المهن السوريه نعم. بلوحاتك كيف تستوحي الفكره يعني اذا بدك ترسم مهن سوريا يمكن بدك سنين لتخلص هذا الرسم ولكن ليش اخترت هاي اللوحات هلا هو كان مشروع يعني محدد بالوقت ومقيد يعني بالوقت واللي فكان انا حلمي انه ارسم كل المهن لكن هذا الشيء يعني كان بده وقت كبير صعب شوي وبده شغل وتعب كبير ليش لانه انا كنت يعني حلمي اني وثق هالمهن هي اللي صارت اولا هي المهن اللي بتتميز فيها دمشق والحرف اللي بتتميز فيها يعني الشام ومصنوعاتها يعني الحرفيه والشو اسمه فكنت حابب انا وثقها وكرس وجودها يعني لانه عم تقل وعم تتلاشى تمام فهذا يعني انه شيء بحز بنفسي فحبيت اني وثقها انا لحتى تستمر يعني حتى على الاقل بالذاكره يعني تماما نعم. استاذ محمد من اول ما دخلت اللوحات على الاستوديو كنت عم اقول لورد تطلع على تعبير الوجه وخاصه باللوحه اللي وراي قديش التعابير حقيقيه ولا بالكنترول كانوا عم يعلقوا نفس التعليق قديش الوجه حقيقي وكانك اخذها من صوره نعم. لشخص معين ما جربت ترسم بورتري او تتوجه للبورتري اكثر هلا انا في لي يعني لوحات فقط بورتري يعني لكن هو يعني البورتري يعني ما حسيت حالي فيه يعني انا عم ساوي عمل شبه متكامل عم اقدم فيه رساله اللي هي عم اقدم فيه حرفه كرس وجودها او عرف الناس عليها وخلد هالعمل هذا وخلد هالحرفه بعمل فالبورتري هو عدم مؤاخذه يعني بتحسوا أنه هو نسخ مثلاً عن صورة حقيقية؟ يعني هو عمل خاص جداً ومعلش قول شغلة شو بتقولوا حضراتكم الفنانين الأساتذة عن البورتري ما أعرف إذا بتصلح لي المعلومة بتقولوا أي حدا ممكن يعمله يعني لا. أي حدا ممكن يرسم بورتري بسهولة بس إنه يعطيك فكرة عامة يعني يقعد قدامه حدا ينسخه مثل ما قالت نشلين هي ألف باء الرسم ولكن إنه مثلاً أنا هذا الباب اللي شفته بهاي اللوحة لفتت نظري بين كل اللوحات كلهم جميلات وحلوات ولكن شو قصتها حابب أعرف قصة اللوحة هاي الباب الباب هو اختبار لقدرات أنا ما كنت أمتلكها هي أولا العمل بالسكين وعمل شبه عكسي يعني أنت بدك تشكل اللوحة بالمعجون بدون رسم بعد ما شكلتها بالمعجون بدك ترسم فوق المعجون وتنزل اللون صارت ثلاثية أبعاد فهي عمل صار يعني شبه عكسي صعب جدا يعني تمام فأنا حبيت إنه ساوي شيء يعني شبه مختلف يعني عين الفنان سبحان الله المبدع دائما تشوف الشغلات بعكس ما نحن منشوفها أحيانا تمام. يمكن كل حدا بيروح على المعرض بوقف جنب لوحة بتهيئ له أو بتخيل إنه شو القصة يلي منورة هاللوحة بيطلع بالأخير نعم. شيء مختلف تماماً وقت يتحدث عنه صاحب اللوحة عملت شيء معرض فردي أو حابب إنك تعمل هيك شيء أكيد بتمنى لكن
يعني المعرض الفردي بده إنتاج عدد لوحات كثيرة كبير وكم هائل يعني لحتى تحسن تقولي أنا بدي ساوي معرض فردي. أنا يعني قضيت 60 سنة وأنا مغمور بالأعمال يعني اللي عم طعميني خبز يعني هذا ما خبز. فهلأ إيه أنا كرس كل وقتي للفن موضوع صعب شوي فلذلك ما عم بحسن إن يكون أنا يعني ما عندي الوقت الكافي لأني أنتج الكم الكبير لساوي معرض فردي. يعني أنا وزملائي عم نساوي معارض جماعية يعني وبتتميز لوحاتك أكيد بهاي المعارض الجماعية. عندي طمع شوف اللوحات الموجودة قدامنا. ايه تفضل أستاذ. فينا مثلا نستعرضهم شوي أو إذا بتحب ساعدك فيهم هلأ. أنا قبل ما شو يعني فرجيك هدول إذا بسمح لي أشرح لك عن هاللوحة هي بالذات. هلأ اللوحة هي يعني شيء بقصد فيه أنا أنه الفنان كل فنان ممكن يشتغل على حاله يعمل نسخ يعني يعمل شيء أي حدا ممكن يساويه لكن الفنان وقت بيعمل بصمة بيساوي شيء ما حدا سبقه إلها صح. فيعني الفكرة أنه أنا لازم ساوي شيء تنظر له أنت تحس في عبرة كبيرة تماماً. في شغل يعني في مو عبارة عن نسخ أو صورة حقيقية. هذا يعني عدم مؤاخذة البورتري أو العمل اللي وراكم هنيك هذا عمل تبع النساج هذا عمل شو اسمه يعني واقعي لكن هون أنت صار في تعبير ورمز. فهذا العمل أنا يعني أخذته من استوحيته من الأزمة أنه كان أكثر حدا عليه الضغط بالأزمة ووقع عليه الجور وتلقى الأزمات والأعباء وعاش معنا هي المرأة. فحبيت جسد المرأة أنه هي كانت الرافعة اللي رفع الرجل اللي هو المقاتل والابن الابن والزوج هو صحيح المنتج هي لكن أفا مرأة صحيح. حملته حتى هو شبه ميت لحتى رفعته هي فيها تضج بالحياة وهو منتهي عم تعطيه حياة. قديش نحن سعيدين بلقائك اليوم أستاذ محمد وعن جد هي يعني عبرة لكل الأشخاص اللي عم يشوفونا أنه وقت يكون عنا طموح العمر ما بيخلينا نحن ما نحقق هذا الطموح ولا المكان ولا الزمان بيقدروا يتغلبوا علينا وقت يكون عنا هاي الإرادة والتصميم لحتى نحن نعمل شيء. نشكرك كثير على وجودك معنا لليوم يسعد صباحك. شكرا كثير لك يا أستاذ واللوحات حنشوفهم على السوشيال ميديا من بعد ما نختم الفقرة مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. شكرا كثير لكم. بيقولوا أنه بعلم التربية تربية الأطفال لازم تنطلق من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم والشدة إن لزم وهذا الموضوع بيخلي الأطفال ينشأوا بشكل أكثر نجاحاً بحياتهم المستقبلية. أكيد ورد لأنه تعليم الأطفال مفهوم الانضباط من منظور الحب بيساعدهم على تحقيق كامل طاقاتهم من دون الحاجة لاستخدام أساليب التربية القمعية الخاطئة. تفاصيل أكثر عن مفعول السحري لكلمة بحبك للطفل بهالتقرير. يعتبر الحب من أعظم المشاعر يلي بتحرك البشر وبتتوج العلاقات بكل أشكالها. بيحرص العديد من الأزواج والآباء والأبناء والأصدقاء على تبادل كلمات الحب لكن من المؤسف التفكير بأطفال ممكن يكبروا من دون سماع هاي الكلمة ومن دون التعامل معهم بطريقة بتعني أنه نحن بنحبهم. فالحب هو الوسيلة الناجحة لتربية الأطفال وتنشئتهم وهذا ما أكدته الدراسات النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين. بتقول الدراسات أنه تربية الأطفال يلي بتنطلق من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم
تنشئ أطفال أكثر نجاحاً بحياتهم المستقبلية، لأنه تعليم الأطفال مفهوم الانضباط من منظور الحب بيساعدهم على تحقيق كامل طاقاتهم من دون الحاجة لاستخدام أساليب التربية القمعية الخاطئة. الحب هو أحد أهم الاحتياجات النفسية يلي بيحتاجها الطفل، وكل ما أشبع الشعور بالحب عند الطفل تعلم هو كمان كيف بيحب الأشخاص من حوله. وكلمة بحبك مفعولة سحري على الطفل، فهي جملة قصيرة لكنها عظيمة المعنى وإلها أهمية طبية ونفسية، وبتعطي الطفل أساس قوي بتشعره بأنه بيمتلك شخص قادر يوثق فيه وكمان قادر يرجع له مرات ومرات من دون ما يخذله أو يحبطه. وضعت الدراسة بعض النصائح للتعبير عن المحبة لأطفالنا، منها التصرفات يلي بتعبر عن الحب من خلال غمر الطفل بالكلام الإيجابي والمديح، مساعدة الطفل بتطوير تقديره لنفسه بالدعم الإيجابي والتشجيع ليكتشف نقاط قوته ومواهبه، رسم حدود وتوقعات واضحة وصنع القوانين معا هو نوع من الحب لطفلك، قضاء أطول وقت ممكن مع الطفل واحتضانه وتجربة الغناء والطهو معه، الاستماع للطفل والأكثر أهمية احترام خصوصيته. مع ذلك يجب فصل الأخطاء وتداعياتها عن حب الأبوين والسماح للطفل بارتكاب الأخطاء، والأهم مسامحته. هالشي بيعطي الشجاعة ليبدأ بتطوير مهارة الحكمة والذكاء في التصرف، كما أن التعبير للطفل عن الحب بيعطيه الفرصة للتعلم من أخطائه وعدم تكرارها مرة تانية. باعتبار اليوم 1 تشرين، مشلين مستعجلة تعرف برج الجوزاء شو ناطره خلال هذا الشهر، كرمال هيك اتفقنا مع مدام نجلة أماني نبلش بالجوزاء ما هيك اتفقنا أبدا، اتفقنا مع مدام نجلة أنه نعطي توقعات شهرية للأبراج الـ 12 بالإضافة للتوقعات اليومية لواحد تشرين. صباح الخير يا مدام. صباحك خير. عن جد اتفقنا نبدا بالجوزاء؟ لا لا، هي الاتفاق الحقيقي انه هي ايه، وقولي لنا الجوزاء. قلت لها ليش على راسك كل شيء؟ هلا سعرك بسعر المشاهدين. لك يا حوينت، يا حوينت هالعشر سنين. حوينت العشر سنين، رتحت لي مبدئيا يعني حوينت العشر، وانا يعني لم اقبل بهذا. صباح خير. صباحك خير. تفضلي بلشي بالبرج اللي بدك اياه. منيح هيك؟ يسعد اوقاتكم، ضلوا دائما بخير مرتاحين ومبسوطين. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، عطارد يلتف متقدما ابتداء من الثلاثة، رح نقول انه متقدما، بس هو هلا عم يعمل قوس للتقدم، طبعا اريح بكثير من التراجع بالتاكيد. يعني ابتداء من اليوم بقى الامور بلشت تريح، خاصه لمواليد برج الجوزاء، لمواليد القوس والحوت اللي هن اصلا ما نون كثير مرتاحين بسبب وجود المريخ في برج الجوزاء. المريخ هو كوكب الطاقه والحماس، لكن كوكب بيجعلنا عصبيين عدوانيين شوي هيك، في عنا مضايقات خاصه لو كنا مواليد العذراء القوس الحوت، فبلش شوي يريحون عطارد، ولو انه حتى التقدم في برج العذراء ما كتير مريح، ليس قبل 10 10 عموما ليبلشوا بالمجمل راحه هالابراج بالذات. الزهره دخلت الى برج الميزان، صارت الى جانب الشمس، طبعا هي كوكب الحب والعواطف والصداقات. خلونا نبلش اول اخبار لعزيزنا الحمل اللي عنده حركه تغيير، ما بعرف اذا كان عم بيفكر بنوع من انواع الاوضاع المهنيه او الشخصيه، بس عندك اشراق، عندك حضور، عندك محيط يعزز ثقتك بنفسك اليوم، اوصاتك مشجعه اليوم، في نوع من انواع هيك مثل اللي عم يطلع من حاله تمني الى حاله فعل، وهي الايام جيده لك. مولود برج الثور كمان اليوم في مساعدات، بقى مساعدات ماليه عينيه ام مساعدات معنويه، هي نفس الشيء على كل الاحوال، في انجاز بالنسبه لك، في مساعدات من الاخرين، محبه ودعم، في تعاطف او مساعده، محيطك اليوم مؤيد وداعم، علاقاتك تتعزز للافضل مولود برج الثور، وغالبا عم تكشف بعض المعلومات بس اللي عم تسعدك، طبعا عندك يومين ثلاثه بياخذوا العقل. الجوزاء يعني خلينا نقول اخر ايام التعب، ما كثير مرتاح بالنهار، كلما تقدم النهار كل ما اصبح اليوم افضل بالنسبه لك، حاول بالنهار على الاقل تكون اهدأ بتعاملك
مع الآخرين، ما تدخل بالصراعات، خذ الأمور كما أنت بالمرح يعني عموما، لأنه ممكن يكون في نزاعات أو صدامات أو أشياء عم تتأجل عم تتأخر. معلش اللي ما بيصير اليوم بيصير بكرة أو بيصير المساء. مولود السرطان اليوم عنده قدرة على المثابرة، والحقيقة يوم جيد رغم أنه اليوم هيك يعني عم يضرب كف بكف مثل ما بيقولوا، أنه ما في غيري للشغل وأنه شغل كتير وأنه أنا متعب ومزاجي مو كتير رايق. بس في شيء أعتقد أنت مجبور عليه، سواء كان أنك تخلص شغلك، سواء عندك عزيمة، عندك ضيوف يعني، بس عندك إحساس أنه أنت عم تشتغل بدون مساعدات عموما. وما بعرف إذا في شيء قصة صحية، ممكن وجع بالمعدة، وجع بال يعني أخذ لك بردة مثلا، بس الأكيد أنه مضايقاتك اليوم من أنك عم تشتغل كثير. برج الأسد اليوم الأمور جيدة بالنسبة له، عم طلع اللي بقلبه، عم يبتسم. اليوم يوم فيه حركة، فيه مجموعات تؤيد أفكارك، أنت مفاوض قوي، ترتب أمورك، تتكلم بما يزعجك عموما، مسموع الكلمة، مسموع الصوت. في شيء إذا أنت ملاحظ هاي الفترات يعني عم تستناه، عم تنتظره أو عم تتركه لينضج، بس بالنسبة لك الأمور جيدة. العذراء أنت اللي مو كتير مرتاح، لذلك أنصحك بإعادة تقييم مواقفك عدة مرات. هي هاي الأيام للقلق شوي، أو لرغبات ليست رغباتك، أو لقصة عاطفية عائلية شخصية ممكن تكون هيك قلقتك، أحد الأولاد، أحد الأخوة، الأهل، شريكك العاطفي. على كل خد مني نصيحة، اليوم لا تعاند واستنانا للمساء أو لبكرة الصبح لتحتفظ بحظوظك. مولود برج الميزان اليوم حركة، نشاط وعلاقات عامة، وعلى وشك فعلياً أنت تضيف ابتسامة وثقة بالنفس. يمكن سبب أخوة، أخوات، أشقاء، أهل، أسرة، يعني في ناس أنت بتحبهم هن حواليك اليوم مولود برج الميزان، ويمكن عم تحاول تحمي ممتلكاتك. عندك طاقة حيوية، علاقات شخصية، يعني نوع من أنواع الأمان والإطمئنان. مولود برج العقرب غالباً لازم تنظم أمورك المالية، مع أنه أنا بشوف الشهر أو الأشهر القادمة مالياً تعتبر إيجابية، هي استعادة حق، هي استعادة دين، بس مع ذلك أنا بنصحك بالتنظيم. أنت حدا دائماً ما كتير بتعرف تنظم أمورك، يعني فجأة بتصرف وفجأة بتتبخلن. هلأ القصة لنا هيك ولنا هيك، بس شوف حالك صرفت أكثر مما يجب، بتبلش حتى بالأشياء الضرورية تقول يلا بلاها. لا خلينا نفكر بأكثر منطقية. بعرف أنه المال عم بيروح من إيديك بدون ما تمسكه بإيدك، بس بدها شوية تنظيم القصة فقط. لطيف ودبلوماسي اليوم مولود برج القوس، والأمور إيجابية، في حواليه هالة من الجاذبية، عم بيمارس سحره. طبعا الأمر ببرجه اليوم، عم يكسب أي قضية بده إياها، وعم بيصب تفكيره بترتيب أموره الشخصية تخفض نسبة الصدامات. اليوم قادر تعتمد على من حولك، وكأنك عم تسمع لهجة إيجابية وحلوة. خليني أقول له أخباره لمولود برج الجدي اليوم، حاول أن تعتذر إذا أخطأت. أنا أسفة، بعرف هاي الجملة قديه صعبة عليك، كتير صعبة، كتير صعبة أنه يعتذر إذا أخطأ. أصلاً هو لا يظن نفسه أصلاً هو يخطئ، بس مع ذلك كل التقابلين للأخطاء أكيد في سوء تفاهم محتمل حوالين الجدي، أو تحريف لبعض الكلام، أو معارك صغيرة، أو عم تشعر ببعض السلبية. هلا أنا بقول الأمور ما أنا سيئة، انتظرنا بس للمساء لبكرة، بس ليدخل القمر عبرجك. خليني أقول له أخباره لمولود الدلو اللي اليوم عنده ضيوف جايين من سفر، رايحوا على سفر، عنده مشروع ثقافي اجتماعي، نشاطات ملفتة، محيط مؤيد، تعارف على وجوه جديدة، نازل على سوق، معزوم عزيمة، عندك تجمع مرح، يعني ما بظن أبداً بيتك فاضي، أو أنت نازل تعمل لقاءات أو عندك شي مناسبة. أكثرنا تعباً هو مولود برج الحوت، خفف من تحديك للآخرين، حاول تكون متأكد من كل كلمة تقال، ردودك الانفعالية أكثر مما يجب، وعلاقاتك بالخارج واتصالاتك ما كتير مريحة. هلأ أنا بقول احتفظ بمكاسبك بهاي الأيام، ولا تأخذ قرارات متسرعة، وانت بالذات أكثر الناس اللي حاول تكون معنا
هلأ ونحن عم نحكي عن الشهر القادم. المحب للسلام مولود واحد كاره للشجار، من الأشخاص اللي عندهم رهافة حس، عندهم ذوق بالطبع بالتصرفات، الأكثر لطفاً الأكثر مجاملة، أنيق دبلوماسي ضميره حي، الأكثر عفوية الأقل تكبراً، متواضع، محب للأطفال بحاول يجعلهم دائماً أفضل بالتنبيه بالتشجيع، عامل ناجح، شخص متحدث وبارع ولبق ولطيف ويتعلم من النقاش. طبعا سنة كتير مهمة بالنسبة له إيجابية. أنا برأيي في شيء ممكن يكون جيد بهاي الفترات وله علاقة بالتغييرات عموما أو له علاقة بشيء ممكن يكون أفضل بالنسبة لك، فالله يفرح قلوب الجميع. خلونا نبلش، يعني هو رح ناخد رسائل على 18-45، بس خلونا نبلش بأنه نقول بشكل عام الشهر القادم كيفه. خلينا نقول الأكثر تعباً رح يكونوا هن المواليد برج الحمل، الجدي والسرطان. ليش؟ لأنه موجود الزهرة في برج الميزان وهو موقع غير مناسب لا لبرج الحمل ولا لبرج السرطان ولا لبرج الجدي، بالغالب بالقصص العملية. هلأ ممكن تأخذ بجزء منها الشخصي، الأمور الشخصية، بس الأكيد أنه ما أظن كتير أنتم مرتاحين. هالثلاث أبراج بالذات بدون شوية هدوء، بدون شوية لطف بالتعامل. برج الحمل حدا عصبي مستعجل، برج الجدي حدا هيك كتير عنيد، وبرج السرطان كتير حنين. بس مو بس هذا اللي مضايقكم، كمان ما تنسوا أنه تراجع المشتري. المشتري هو كوكب الحب، الحظ، العلاقات، الوفرة، الغنى، العلاقات، كمان يتراجع في برج الحمل وهو موقع غير مناسب. فإذا نحن بدنا نحذر أربع أبراج ما رح نعتبر الشهر القادم يعتبر الأفضل، لأن برج الحمل، برج السرطان، وبرج الجدي، وبرج الميزان. الحقيقة الميزان يعني بلش ينبسط شوي أنه في عنده الزهرة ببرجه، هو كوكبه الأساسي، بس تراجع المشتري في موقع غير مناسب بخليني لك أنه ما كتير كتير الأريح. هلأ في أبراج وسط، لا هي الأفضل ولا هي الأسوأ. من ضمن مثلا برج الثور هو من الأبراج الوسط، بعتبره أنا شهر ضمن إطار الجيد، ما هو شهر سيء. برج العقرب يعني بلش باشر شوي يرتب أموره، بلش شوي يحسن أموره. الأمور بالنسبة له لا تعتبر طبعا سيئة، تعتبر شهر وسط، لا هو الأفضل ولا هو الأسوأ. وبرج الدلو كمان بلشت شوي أموره ترتاح، بس يعني ما بظنه شهر للتغيير، الشهرين الجايين رح يكونوا أكثر تغييرية بالنسبة له. أما الأبراج المرتاحة عموماً بالشهر القادم واللي يعتبر الحقيقة شهر للحظوظ المساعدة هن برج العذراء وبرج الأسد. أليس هذا جيداً؟ جيداً جداً، انبسط ورد مبدئياً. يعتبر هلأ السنة ما أجت على العذراء أصلاً كتير كتير مريحة، بس أنا بعتبر الشهر العاشر يعتبر الشهر الأفضل لألكم. طبعاً إضافة إلى برج الجوزاء كمان من الأشهر الجيدة جداً بالنسبة لنا، القوس كمان من الأشهر الجيدة جداً إضافة إلى برج الحوت. هلأ بس القوس والحوت ححذرهم شوي صحياً طبعاً، كمان هو العذراء، بس العذراء مو هذا الشهر، السنة اللي بعده اللي هو الإدعش. هلأ خليني بس حذر صحياً القوس والحوت، ما نون كتير الأريح صحياً، بينما بقيت الأمور جيدة جداً وإيجابية جداً. بس إن الصراحة الصراحة الأفضل بين 12 برج، برج العذراء وبرج الأسد والجوزاء. لك بالزعل قلتيها بس عم ذكرك إنه تعيديها. أنتي عذراء والجوزاء منيح، بس والجوزاء. لا هو الأفضل الأفضل، عم بحكي التوب توب من العذراء وميزاء. أنتو دائما توب من العذراء وأسد. عندك شهر بعدها بيجي الجوزاء يا جماعة، يعني بتقول علي لأنه اثنين عذراء. ايه برج العذراء برج طبعا. طب سؤال، متى ينتهي عطارد من تراجعه؟ خلاص خلصنا خلص؟ تقريبا هلا كان عم يتوع ثلاثة بس واحد اليوم يعني يلتف يتقدم. شوف عندنا كواكب لسه مزعجة للعذراء. مريخ فقط. وين؟ بالجوزاء. فهو صحيا يعني تخيلوا يعني تحذيره فقط صحيا. تحذيره ورد انه صايرين العذراء، الجوزاء، القوس، الحوت اكثر عصبية مما هو معتاد. يعني أنا صايرة كتير عصبية الصراحة، فعذروني
وقت اللي بتلاقوني هيك انتترت فجأة تذكروا انه المريخ بالجوزاء، لانه انا كمان بتذكرها بعد شوي فبعتذر بسرعة. هي متذكرة لانه المريخ بالجوزاء مو لانه بيأثر عليها. ست شهور مو مصحة مش لي عشان تعرفوا تحكوا علينا يعني ايه، بس لا يعني بس الشهر القادم هلا هو رح يتراجع، لذلك باعتبار نحن عم نحكي عن الشهر هذا كسبوا هذا الشهر، لانه اعتقد انه الشهر ال11 رح يكون شهر صعب عالميا صعب، وما قصدت انا بس سوريا، فيعني ضبطوا اموركم بالعاشر، اللي عنده قبضه اللي عنده قصه ماليه مشروع ماله منتهي اللي عنده مشروع ماله منتهي ضبطوا اموركم. ال11 رح يكون شهر كثير حار وكثير طيب. حاد وانتظرونا واحد في تسريب منك من اول السنه، بدي ارجع اتاكد منه انه نحن في سنه حرب، دائما سنه النمر الصيني بتكون سنه حرب سنه عنف نمر دمع. يعني السنه سنه النمر وعم نحكي عالميا نحن ما عم نحكي عالميا على طبعا طبعا وكلياتنا بنكون اكثر عنفا مما هو معتاد، النمر دائما بخلينا عصبيين صريحين ردات فعل سريعه، والاهم انه نحن بنكون متهورين في تهور ما بيبقى في حكمه لذلك هي نحن دائما بنقول سنه النمر الصيني بتحمل حرب دائما. هلا ان شاء الله ما تكون حرب، يكون شهر حار يعني هيك اضبط لي انا مفاوضات حارة لوصول لحلول لا لا ما له شهر مفاوضات وشهر حار لا اله الا الله عم حاول اعطي انا عم يفتيها ما عم تمام بيمشي عم حاول اعطي لا لا بس الشهر القادم رح يكون متعب بشكل جدي ان شاء الله دائما انا باكل هم بس يكون الشمس بالعقرب انت بتعرف انه الشمس بالعقرب يعني بلوتو هو كوكب الموت دائما نحن بنسميه دائما بيفرش بلوتو بيفرجينا وشه هيك وبيكون ببيته لانه بالعقرب فبيكون فعليا في موت بدون مزح يعني دائما بنسمع حتى اخبار لا ممكن ان شاء الله يكون للناس الكبار مثلا او يعني بيبقى هيك انه بنسمع اخبار عن هيك فالزهره رح تكون بالقوس عطارد في القوس المريخ يتراجع في الجوزاء المشتري يتراجع في الحمل الحقيقه شهر صعب. قلنا لهم ببدايه الحلقه انه طاقات ايجابيه لا العاشر يا رب الصباح الخير استمتعوا استمتعوا بالعاشر يلا يا روحي دكنوا بالعاشر دكنوا بالعاشر في شهر نستطب واحد شبه هيك شكرا لك كامل. يا مدام وان شاء الله يا رب كل شيء خير يكون ناطرنا وناطر الجميع شكرا كثير لك نجله ورح نروح لعند الشيف تهامة لحتى نشوف طبقه بشكله الاخير يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ناطرين يشوفوا شكل باذنجان اللازانيا بشكله النهائي يعني مو لاني انا عملت لها والله بس فعلا شكلها رائع وانا في اكلات فعلا هيك بحبهم من قلبي وهي من الاكلات اللي هيك اعطتني هيك كثير حبيت يعني ما بصدق امتى ارجع على البيت ونزلهم ستوري بس هذا هو الشكل اذا مبينه معاكم بس حابه كمان اقطع لكم هاي بلش فيها يا سلام يا سلام على هالطبقات شوفوا شلون من هون هلا هاي اللقمة أنا برأيي تروحوا كالعادة لعند المذيعين و نختم نحن مشان تكملي أكل إيه أوكي آه أوكي خلص شكرا شكرا يا شيف يعطيك ألف عافية يا شيف ولهون مع شفتوها ما بتكون خلصت حلقتنا لليوم اكيد نحن بنتمنى لكم هيك بدايه اسبوع مليانه بالاخبار الحلوه انسوا الابراج لا مو ضروري الشيء الحلو فكروا فيه الشيء المو حلو اعملوا حالكم بنحب الابراج اكيد ما نصح فان شاء الله الاخبار الجايه بتكون حلوه والايام الجايه بتكون كلياتها خيرات يا رب انا بالعكس تماما يا مشلين التحذيرات اللي بناخذها ببعض الاحيان ان كان بالتخطيط لقدام او ان كان بالابراج والفلك او الطاقات الروحيه تعطينا حماس انه بدنا نصير ننتبه اكثر بدنا نصير نحضر اكثر وناخذ بالنا من كل شيء عم يصير حوالينا فان شاء الله يا رب الامور تكون بخير للجميع وتضلوا بالف خير باي باي